افتقر الجلال عبد المنعم حسن ممثل بطول 17/7/2017 بدون مذكرة قبض أو تفتيش. تم التحقيق معي ووقعت على الأوراق بدون مراجعة. 3 أشهر وأسبوعان ذهبت للمحكمة مرتين. علمت بالجلسات عن طريق جريدة الاجتهاد. الجلسة الأولى 18/10/2017 الجلسة الثانية 22/11/2017 ذكر فيها مندوب الأمن أنه ليس لي علاقة بالسفارة والحرز ولا الحرز الذي وجدوه. وكان 20/12/2017 المحكم بالحبس 10 سنوات وإبعاد. انهرت في المحكمة بالرغم من تبرئتي من جهاز الأمن بدون محامي، بالرغم من تكراري بالرسائل بتوفير محامي لتعاسر ظروف أهلي. وقعت على الحكم 4/1/2018 أحضرت شرطية الحراسة المغربية ورقة تأييد الحكم ولم أحضر إلى أي جلسة. وأرادت إجباري على التوقيع فرفض. 9/2018 أجري لي عملية جراحية وجود قسمعي حول الغدة وأثرت التحاليل كما ذكر الطبيب وجود خلايا غير حميدة فصلت الغدة. 7/9/2018 غادرت المستشفى حافية القدمين غطيت رأسي وجسدي بشرشف الجريد كلفشات في اليد والقدم. إلى يومنا هذا أي ما يقارب 13 لم أذهب إلى أي مراجعة بعد صعوبة ظروفي. حضرت سجن مرتين وتم منعي من وضع المال والزيارة. أعاني من الاضطهاد في سجن الوسطى لعدم تواصل أملك لا ملابس ولا أغراض خاصة ولا ملتزمات كالصابون وغيري. حط من وزني 15 كيلوغرام لرداءة الطعام والمياه السيئة الشرب التفتيش العاري الخادش للحياة معاناة حقيقية المعاملة القاسية من كل شرطيات الحراسة. أتحب هناك ليس أمن ولا أمان. النوم على الأرض لكثرة الأعداء ليس هناك تهوية. ناشد الشعب السوداني وعلى رأسه رئيس الجمهورية المشير عمر حسن أحمد البشير ومنظمة الأمم المتحدة ومنظمة العفو الدولية ومنظمة حقوق الإنسان ومنظمة حقوق المرأة بالإخراج عني